قال الله عز وجل هنا: وعد الله المؤمنين والمؤمنات. في القرآن ذكر وعد الرحمن وذكر وعد الشيطان. قال الله عز وجل في سورة البقرة: الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا. والله يعدكم مغفرة منه وفضلا. علم ربنا أن لنا ذنوبا فوعدنا بالمغفرة، وعلم ربنا أننا فقراء مساكين محاويج إلى رحمته وفضله فوعدنا جل وعلا من فضله. فالحمد لله على فضله وعلى آلائه وعلى نعمه وعلى وعده. أخبر الله عز وجل أن وعد الشيطان باطل وأن وعده جل وعلا حق. قال الله تبارك وتعالى عن ذاته العلية: وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن. في التوراة لأنها أسبق، والإنجيل لأنه بعد القرآن بعد التوراة، والقرآن لأنه خاتمة الكتب السماوية المهيمن عليها كلها. وقال الله عز وجل في سورة إبراهيم: وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي. فوعد الرحمن حق ووعد الشيطان باطل. وقد قيل إنه بلغ من ضعف الشيطان، وهذا ظاهر، أن إبليس لم يستطع أن ينفع من أطاعوه ولم يستطع أن يضر من عصوه. لم يستطع إبليس أن ينفع من أطاعوه ولم يستطع إبليس أن يضر من عصوه. ووعد الرحمن جل وعلا حق لا محالة. والقرآن فيه وعد لله جل وعلا دنيوي إما عام وإما خاص، ووعد أخروي إما عام وإما خاص. فمن الوعد العام الدنيوي في القرآن وعد الله عز وجل للمؤمنين أن يستخلفهم في الأرض. وقد قال الله عز وجل عن بني إسرائيل: وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا، إلى آخر الآيات من سورة الأعراف. وقال الله عز وجل في وعد خاص لأم موسى عليه السلام: أمرها الله أن تلقي وليدها في البحر فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي. ثم جاءها الوعد: ولا تحزني إنا رادوه إليك أنت تلقيه اليوم في البحر بأمر بوحي منا ونحن غدا سنرده إليك. هذا وعد. قال الله عز وجل بعد ذلك: فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق. فهذا وعد دنيوي وعده الله عز وجل أم موسى فوقع كما أراد ربنا تبارك وتعالى، ولا رد لقضائه تبارك اسمه وجل ثناؤه. وعد الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم أن تلك الجموع التي كانت تتكالب عليه وتتآلب في مكة أيام الدعوة في مراحلها الأولى، قال الله عنهم: سيهزم الجمع ويولون الدبر. هذا وعد. هذا الوعد بالنصر، هذا الوعد بالهزيمة لمن ناوأ النبي صلى الله عليه وسلم وقع يوم بدر. ولذلك ورد عن عمر أنه كان يقول لما كان يتلو هذه الآية: أي جمع وأي دبر حتى كان يوم بدر، فقتل منهم من قتل وأسر منهم من أسر وظل الباقون فرارا. فقال الله عز وجل قبلها: سيهزم الجمع ويولون الدبر. وكذلك قال الله عز وجل: ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون. في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد، ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء. وعد الله. فوقع وعد الله وانتصرت الروم على فارس، فرح المؤمنون لأن الروم أهل كتاب والمؤمنون كذلك أهل كتاب، في حين أن فارس يومها كانت وثنية فهي أقرب لكفار قريش الذين كانوا يوم ذاك وثنيين. فهذا كله من وعد الله عز وجل في الدنيا. فيبقى الوعد الأخروي وهو الذي تشرئب إليه الأعناق ويؤمن فيه المؤمن. هناك وعد لبعض خواص خلق الله. وعد الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم بالمقام المحمود: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. ونحن نقول في دعائنا بعد سماعنا للمؤذن وإجابتنا له، نقول: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. فهذا من الوعد الأخروي الخاص لنبينا صلى الله عليه وسلم. ووعد غيره جل وعلا من الأنبياء، وكل ذلك كائن لا محالة، كل ذلك كائن لا محالة.